أعلنوا رسميا عن في هذا الأسبوع على النشر القائمة تاع مسيلة لأكثر من 1000 سكن. ستنشر القائمة وغدا مسيف 100 سكن والمسيلة بلدية المسيلة اللي طالما انتظروا هذا ونطلب هذا الليستة مؤقتة اللي عنده ركور يديروا لازم في هدوء وفي تأني. ممكن تكون فيها بعض الأسماء اللي تستحق الطعن يطعنوا فيها، ممكن الناس اللي ما تستحقش ما داتش كاين القطع الأراضي ومؤقتة يدير اسمه ورايحة تكون لا سالوني سبور تاع المركب الرياضي يكونوا فيها عدة رؤساء دوائر مع عدة إطارات اللي يستقبلوا كل الطعون ومدة أسبوع وثمانية أيام وتكون الطعون. نطلب منهم طمأنينة، نطلب منهم الهدوء، ونطلب منهم يخلوا لافيشاج كل واحد يشوف اسمه. ممكن تكون أسماء اللي لازم لها طعن ندرسوها ونحذفوها اللي ما يستحقش.